شلون سمعت؟ سمعت اخبار انك انت في الكويت، وسمعت يقولون علي عبد الغني عاشور سيده ضرب سلسله جيت البحرين على طول بعد ما تاخر. ما سالت احد يعني كان صدمه. اخبار اي شلون بعد مو صدمه، وبعدين اتصالات رايح فجعتني بيني وبينك. الله يمسح عليك الله. الحمد لله الله كريم. هذا يوم هنيئا لك هذا شهيد الحين عند الله. الحمد لله رفع راسك ورفع راس العائله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الله يصبر امه والله. الله يمسح على قلبك مثل ما قلت. الله يمسح على قلب امه ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله احنا بعنا اهل البيت ما يقصرون ان شاء الله وياك ان شاء الله. ما عليك الحمد لله رب العالمين. كيف التاريخ؟ اكيد الحمد لله الحمد لله رب العالمين. شكرا ولا المجاهد الحمد لله. الله يمسح على قلبه بعنا على اهل قلبه الشهيد صراحه. الشريط افجعنا صراحه. اي شيء فيهم اي واحد نزل لي الى ام الشهيد وهي تبكي يقول اشهد لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. صراحه يعني افجع شعب البحرين بكامله. بالعكس كلمه قويه كلش زين. كلمه قويه ومعبره. الله يمسح على قلبها ويمسح على قلبه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله واهله شعبين دهس كلهم نفس الطريقة عمي كلهم نفس الطريقة ترى.